عايشين مش خايفين رغم الأخطار اللي شافوه مش هتعاد الأخذ قرار بين دول مش المشرار في السكة حفر أو أحرار قبلتهم لكن بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج صوت العابرين. حلقة النهاردة عنوانها اللوح المحفوظ يكشف حقيقة القرآن، ومعانا في حلقتنا النهاردة أخونا العابر الأخ حيدر العراقي. أهلا بيك أخ حيدر، برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بيك شبت نورة، ربي يبارك فيك ويبارك خدمتك. ربي يباركك، متشرفة تكون معانا مرة تانية في برنامج صوت العابرين. ليش شرف عزيزتي، ليش شرف، ربي يباركك. شكرا جدا، يعني بشكر رب جدا كمان اخ حيدر ان موضوع الحلقه بيخص ايضا اختبار ايمانك وازاي ان الحاجات ديت او الامور اللي اكتشفتها هي اللي قادتك انك انت يعني ترفض الاسلام وتخرج منه وتبدا انك انت تفكر التفكير الايجابي اللي فيه بحث وتدقيق لغايه لما عرفت الحق. فانا بشكر رب جدا من اجلك ومن اجل اسرتك اختنا الغاليه الاخت بيداء، رب يبارك حياتكم وبيتكم باسم اسم يسوع. أخ حيدر، متعودين في البداية بنصلي، فبستأذن حضرتك تصلي لنا من أجل وقت الحلقة، من أجل المشاهدين، من أجل قناة الكرم. تفضل حضرتك. آمين. أبونا السماوي، نشكرك ونباركك ونعظم اسمك يا رب. نشكرك يا رب على كل يوم يا رب، أنت يا رب تتمجد في وسطنا يا رب. نشكرك يا رب لأنك أنت يا رب اللي تعطينا الفرصة يا رب لكي نلهج باسمك يا رب أمام كل العالم يا رب. آمين. تمجد أنت وسطنا يا رب. يا رب جايك يا رب اليوم طالبين بأنك تكون حاضر وسطنا يا رب. تكون يا رب أنت يا رب المتكلم يا رب عنا يا رب. تكون أنت يا رب فاتح القلوب يا رب، وأنت اللي تفهم الناس يا رب عن حقيقتك يا رب وعن عملك يا رب اللي على الصليب يا رب. يا رب جايك يا رب وطالب يا رب حماية كاملة على كل العاملين يا رب، على أخت نورة يا رب، على كل الموجودين يا رب في قناة الكرمة يا رب. أمين يا رب. لأنهم قدامك يا رب وهم اللي يطلبون يا ربي أنه تتمجد أنت يا رب، وأنت يا رب أنت نور العالم يا رب. طالب يا رب أنه يكونون هم أيضا يا رب ملح ونور لهذه الأرض يا رب. اسم يسوع يا رب. آمين 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 باسم يسوع. طيب قبل ما هنبدأ مع أخونا حيدر، إحنا دايما متعودين في بداية الحلقة أن إحنا بنعرض أمور هي موجودة في الكتب الإسلامية حقيقي، ولما بتطبق على أرض الواقع أكتر ناس بيكونوا واقفين قصادها وبيتكلموا، الناس اللي ابتدى مخهم يفكر وعقلهم يفكر لكن بيفكر في جهة وبيجنب الدين جهة تانية. يعني بيقول لا الإسلام ملوش دعوة بالأمور دي، لا الأمور دي الناس اللي قالوها والناس اللي عملوها ودي تصرفات الناس. فهنشوف مع حضراتكم في كذا مشهد وفي كذا لقطة النهاردة هل دي يعني فعلا تصرفات ناس ولا ده تأثير اللي موجود في الكتب على الناس. أول فقرة معنا هبدأ في الفيديو رقم 2. ده مشهد بصراحة مش قادرة أقول كوميدي لأنه مشهد مؤلم، يعني حادثة أو موقف أو حاجة مؤلمة جدا. شوفوا مع حضراتكم، اسمعوا كده اللي موجود في الفيديو. ده إيه؟ ده إطلاق نار بأسلحة تقيلة. دي أفغانستان على فكرة، ده يعني حاجة زي حرب أهلية كده. طيب احنا شفنا المشهد اهو، المشهد ده شايفين فيه ضرب نار باسلحه، اطلاق رصاص باسلحه تقيله، ناس ماتت بسبب ايه؟ بسبب ايه يا جماعه؟ عارفين بسبب ايه؟ طب خلاص كفايه كده الفيديو اللي حاصل ده، اطلاق النار ده والضحايا اللي ماتوا بسبب ان السنه بتعلم ان المسلم ان اللي يبطل الصلاه ثلاثه، الحمار
والكلب الأسود والمرأة. عزيزتي المسلمة أنت من مبطلات الصلاة مع الحمار والكلب الأسود. لكن اللي حصل بقى أن الناس كانوا بيصلوا في الجامع واللي دخل عليهم مش امرأة، يعني الحمد لله أن ما كانتش امرأة وكانت الدنيا بقت أصعب ممكن، لكن اللي دخل حمار، يعني مع احترامي لمسامح حضراتكم، اللي دخل حمار. حمار دخل على المصلين المسجد في أفغانستان. راحوا عملوا إيه المصلين؟ بدل مثلا ما يعني خلاص يطلعوه ويصلي، لا يطلعوه يبدأوا يصلوا ويروحوا يتوضوا تاني، لا يقتلوا الحمار أسرع، يقتلوا الحمار أفضل. فالحمار اللي دخل بشكل عشوائي حرام، مصيره قاده أنه هو يدخل على المصلين المسلمين في الجامع، قتلوه لأنه دخل أبطل صلواته، أبطل الصلاة اللي هم بيصلوه، راحوا قتلوه. راح جه صاحب الحمار ما عجبوش الوضع، لأن ده ممكن يكون الحمار ده يعني من رأس ماله، فراح قتل من المصلين 13 واحد من المصلين. راحت القرية أو المدينة أو البلد اللي فيها الناس اللي ماتوا دول 13، عملوا بقى زي موضوع الطار في مصر، خدوا الأسلحة التقيلة بتاعتهم وراحوا الحي أو القرية اللي منها الشخص اللي قتل 13 مصلي، وقتلوا 38 شخص، وللأسف منهم 33 امرأة. يعني المرأة بالذات في أفغانستان، يعني الدول اللي بتطبق الشريعة الإسلامية المرأة دايما مظلومة. فقتل 8 وقتلوا 38 شخص، وأصبحوا الضحايا كام؟ بسبب أن من مبطلات الصلاة الحمار والكلب الأسود والمرأة، من مبطلات الصلاة الحمار، بسبب حمار دخل على المصلين وهم بيصلوا، الضحايا كلهم أصبحوا كام؟ حمار و53 أو 52 إنسان، 53 إنسان. فهل يعني هل الشريعة دي الناس هم حبوا يطبقوها، حبوا تكون ماشية في حياتهم وسايرة في حياتهم، هل دي شريعة مقبولة في هذا الزمن اللي احنا فيه؟ ايه حمار يعني يبطل صلواتكم؟ وهي يعني انا هسيب برضو جزء الفرصة برضو للأخ حيدر يعلق على المشهد ده، لكن انا برضو سايبة التعليق مفتوح لحضراتكم، فكروا من فضلكم. طيب حاجة تانية حصلت، هقول حاجتين، هسمع تعليق أخونا حيدر وبعد كده في موضوع ثالث برضو هنتكلم فيه مع حضراتكم. الحاجة التانية إن من يومين أو من خلال 3-4 أيام يعني في مجموعة مفكرين وصحفيين ومثقفين من مصر ومن الدول العربية، منهم من الأستاذ إبراهيم، الأساتذة إبراهيم عيسى، مين تاني، فاطمة نعوت، إسلام البحيري، يوسف زيدان، غيرهم أسماء كتيرة. يعني دول عملوا مؤسسة اسمها تكوين الفكر العربي. ما عملوش حاجة، وما بس عملوا الافتتاح، عملوا بس الافتتاح، اتكلموا في الافتتاح عن تقريبا رفاعي الطهطاوي أو عن ناس يعني كانوا مثقفين وموجودين وكان لهم أثر. فبيقولوا ان احنا عايزين نستفاد من الاثر الناس اللي عملوه الناس دي، ونطور الخطاب الديني، ندعم فكر المسامحه والتآخي والتعامل مع الاخرين والانفتاح على الاخر. مجرد ان هو عملوا كده، ايه اللي حصل؟ شيخ الازهر يعني جن جنونه، يعني ازاي حاجه زي كده تحصل؟ ازاي دول اكيد هيتكلموا عن الاسلام، دول اكيد هينتقدوا الاسلام، دول اكيد هي 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 يعني هياثروا على المجتمع والشباب هيصبح ملحد، دول اكيد بقى هياخدوا الناس مننا، هياخدوا الناس اللي احنا متحكمين فيهم مننا. وعمل الشيخ الازهر على طول زي ما حضراتكم شايفين، وممكن نقرا مع بعض مع حضراتكم اللي موجود. بيقول كده: قرر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر انشاء وحده تسمى بيان، وعمل لها خط ساخن للاجابه على كل الاسئله والشبهات التي تثيرها تكوين التي انشاها دعاه الالحاد حفظ الله مصر العروبه والاسلام. لا، انت بتدور على حفظ الله شيخ الازهر، يا شيخ الازهر انت بتدور على حفظ الله مكانتك، حفظ الله رجال الدين، حفظ الله المناصب اللي انتوا اصبحتم فيها والتحكم اللي انتوا اصبحتم بتحكموا فيه في الناس. دول ولا دعوا الالحاد، ولا ده بيقولوا فكر المصالحه، فكر التآخي مع الاخرين، ان احنا يبقى فيه حوار يعني متبادل مع الجميع. لا، ده ما عجبهمش. على طول شيخ الازهر اصدر هذا البيان، مع ان هم فعلا ما قالوش ده افتتاح، مجرد افتتاح. فده بيدل يعني فبيدل على ان قد ايه الاسلام ديانه هشه، قد ايه رعاة هذا الدين الحماة ليه مرعوبين،
مرعوبين من مجرد افكار، عايزين يعملوا، عايزين يقتلوا الفكر قبل ان يولد، عايزين يجهضوا اي افكار تقتل قبل ان تولد. ما مش عايزك تفكر، مش عايزك ان انت يعني تطرح اي تساؤلات، مش عايزك تقول تسامح. ما عندوش هو التسامح، هو عنده انك تكمل في الاسلام بالقوه، لانك لو فكرت، لو فكرت هتسيبه، لو فكرت هتلحد زي ما هم خايفين. فايه الديانه الهشه دي؟ وكمان الشيوخ عملوا زي عبد الله رشدي والتاني والباقيين دول عملوا منصه او صفحه ممكن اسمها تحصين، ابتدوا كلهم تجيشوا، الازهر تجيش، الشيوخ والسلفيين وبقيه حماه الدين تجيشوا، خلاص جبهتين قصاد يعني مؤسسة واحدة بتدعو للتفكير وما عملوش حاجة، ما قالوش حاجة. طيب أسمع رد حضرتك عشان ندخل على النقطة الثانية. أخ حيدر اتفضل. عزيزتي يا أخت نورة، يعني بالنسبة للفيديو الأول بتاع الحمار، يعني أنا المشكلة حرام بجد، يعني 53 إنسان. هل يوجد يعني هذا الإله اللي الصلة بيني وبين حمار، هل يستحق العبادة؟ هذا السؤال يعني اللي يعني أود أن أطرحه للناس. وهل إنه هذا الإله يعني اللي يخاف من حمار، بأنه ممكن إنه هذا الحمار إنه يكون حاجز بيني وبينه؟ يعني هنا أنا مشكلة كبيرة. صحيح. وهل هذه، هل هذه المرأة اللي هي حالها حال الحمار وحالها حال الكلب الأسود؟ يعني الكلب الأحمر مثلا أو الكلب الأبيض، لا هذا أفضل من عندها. هي هنا يعني مشكلة المرأة اللي هي حاليا هي متمسكة لحد الآن بهذا الدين اللي واضحها بهالطريقة هذه. صحيح. أما بالنسبة للموضوع اللي طاير هسه حاليا في مصر، وهاي الحركة اللي طالعة، هي حركة يعني حركة تنويرية، حركة بأنه هاي الأمور اللي كانت تصير بالإسلام في ذلك الوقت لا تصلح لهذا الزمان. يعني الدين الإسلامي هو لا يصلح لكل زمان ولكل مكان. صحيح. فحقوا بأنه يرفعون الموضوع من هذول الناس اللي هسه حاليا موجودين بهذا الحركة، حاولوا بأنه يرفعون الموضوع ويوصلون إلى طريقة بأنه يبسطون الموضوع ما للناس، لأنه الناس يعني حاليا جاي تتنور، جاي تعقل، جاي تفهم الموضوع. أنا حاليا كنت في، مش عايزينهم يفهموا يا أخ حيدر، مش عايزينهم يفهموا. بالضبط. أنا كنت في الإسلام سابقا، لما تنور عقلي، لما فهمت، لما وصلت إلى الحقيقة بأنه هذا الدين غير صالح لكل زمان ولكل مكان، كل اللي عملته بأنه تركته. هم ما يردون بأنه الناس تتركهم والناس تترك، يعني صار التجارة الموضوع هو موضوع تجاري. يعني إذا الناس تترك الإسلام ولا كلهم راح يتركون يتركون الموضوع كله، يعني لا يبقى أزهر ولا تبقى الأمور كلها. فالإسلام هو نوعين يعني أخت نورة. النوع الأول هو اللي يتمسك بهاي التعاليم البالية واللي أثر عليها الدهر وشرب، ويبقى يصير إرهابي مثل ما يصيرون العالم إرهابيين، لا يفتح عقله ويفتح فكرة ويترك الإسلام ويآمن بالإله الحقيقي اللي هو السيد الرب يسوع المسيح اللي هو كل المجد. أمين. أمين. الكتاب المقدس، الكتاب المقدس ناس يقولون عليه محرف، لكن شنو الدليل على تحريفه؟ تعال اقرأ الكتاب المقدس، تعال شوف شنو به. القرآن نفسه هو يثبت بأنه صحة الكتاب المقدس. أمين. تعال اقرأ، تعال شوف، تعال باوع. مثل ما، مثل ما أنا ومثل ما آلاف غيري باوع على هذا الكتاب. أمين أخ حيدر. أمين. طيب في حاجة تانية برضو حصلت، والمدرسة بتتكلم لأطفال اسمها فدوى مواهب، قبل كده قالت ما فيش حاجة اسمها الدين المسيحي. المدرسة دي يا جماعة ما بتقولش حاجة من نفسها، دي بتقول من الكتب ومن القرآن ومن السنة. لما عملت فيديو تاني أو انتشر لها فيديو تاني عن هي بتعلم الأطفال عن الشياطين، وناس عملوا بقى اللي بيعملوا على اليوتيوب، اللي بيعملوا
اتكلموا بقى عليها في فيديوهاتهم, ودي لازم تعاقب, ودي دي بتجهل اطفالنا, دي بتعلق بتخليهم يعني يبقوا جهله ومتخلفين والكلام ده كله. الناس دي مش بترجع للكتب, مش بترجع للكتب القرآن والسنة. ارجعوا لكتبكم. المدرسة دي اللي انتوا مش عاجبكم كلامها, ده مش كلامها, ده مش فكروا, ده مش كلامها هي, ده اللي موجود في الكتب. وانا مش هرد يعني بنفسي, لكن انا هخلي هتسمعوا اللي هي بتقوله وهتشوفوا اللي موجود في الكتب ايه. وهنشوف مع حضراتكم, نشوف الفيديو ده الاول, نسمعها بتقول ايه, وبعد كده هسمعكم الرد عليه. اتفضل. ما بتعرفش تفتح الباب؟ لو ممكن نعلي الصوت ونبدأ من أول تاني. أوكي؟ أنتوا عارفين إن الشياطين ما بتعرفش تفتح الباب؟ أي باب؟ أوكي؟ عارفين إن الشياطين ما بتعرفش تفتح الباب؟ الشياطين ما بتعرفش تفتح الباب. أنا دلوقتي لو قاعد في بيتي خلاص وعندي تويلت زي دلوقتي إحنا قاعدين في الدرس وفي تويلت موجود هنا صح؟ لما أنا أخش التويلت وخلصت وطلعت بره التويلت وسبت الباب مفتوح بتاع التويلت, أنا كده بقول للشيطان إيه؟ اتفضلوا اقعدوا معانا صح؟ رايت ينفع؟ يبقى دايما بليز ميك شور وانتوا خارجين من التويليت نقفل الباب ورانا. الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام قال لنا انه لما انه الشياطين ما بتعرفش تفتح البيبان, ما بتعرفش تفتح الايه؟ الابواب. خلاص؟ يس. طيب هو انا هنسمع طبعا على موضوع ان الشياطين مش بتعرف تفتح الباب, طبعا هم سخروا منها وقدموا فيها بلاغات, لكن ده اللي موجود حقيقي في الكتب. انتوا بس اللي محتاجين تراجعوا وتشوفوا مين اللي مش يعجبكم بالظبط, هل كلامها ولا لما تتاكدوا ان هو اللي في الكتب. فهي بس في رد بس مني ليها, هي بتقول التويلت والرسول قال على التويلت. هو الرسول حبيبتي ما كانش عنده تويلت, الرسول كان بيروح في الخلاء, وكان لانه هو طبعا رسول فكانت في شجره بتجري وراه وتغطيه. اسفه بس الرسول ما كانش عنده تويلت, الرسول كان بيروح الخلاء. خلينا بقى نشوف الابواب, الشياطين ما بتعرفش تفتح الابواب في الفيديو ده, نشوف مع بعض. بقول عليه الصلاه والسلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الشيطان, بقول عليه الصلاه والسلام ان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا, ان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. هل الجن يستطيع ان هو يسرق ذهب من خزنة مثلا؟ الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. اهو الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. خلاص كده الفيديو سمعته, الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. والشيخ وسيم يوسف اللي هو المعتدل قال كده, الرسول كذا كذا قال ان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. يعني المدرسه دي ما جابتش حاجه من نفسها, مش بتجاهل الاطفال, مش بتاخدهم بعيد عن العقل والمنطق, لا ده هو الكتب الاسلاميه نفسها, رسول الاسلام نفسه هو اللي قال, هو اللي قال ان الشيطان ما يعرفش يفتح باب مغلق. طيب قالت ايه تاني, نشوف قالت ايه تاني في الفيديو اللي جاي. انه برضو وقت المغرب أيوة. اللي هو قبل المغرب الشياطين ليها مواعيد, نقفل الشبابيك ونقفل البيبان كلها عشان الوقت ده الشياطين بتبقى بتجري في الشوارع, فبنقفل احنا الشبابيك عشان وهي بتجري ما تخشش البيت عندنا وتبقى قاعده معانا البيت. أيوة. خلاص. وطبعا احنا عارفين ان احنا لما نيجي نخش البيت بتاعنا لازم نسلم ونقول السلام عليكم يا اهل البيت, السلام عليكم. اوكي. طب انا مش شايفه, انا بقول السلام عليكم. طب البيت فاضي, احنا داخلين ومفيش ولا بابي ولا مامي, مكانش في حد اصلا في البيت, انا بسلم على مين؟ بسلم على اي حد يكون في البيت انا مش شايفه. خلاص. فلما انا زي الشياطين, خلاص لما انا بسلم الشياطين راح قايل ايه؟ يو انا مش هينفع. احنا عندنا بقى في الفيديو ده ردين, رد اللي هو بتاع مواعيد الخروج الشيطان, مواعيد الرسميه لخروج الشيطان, والجزء الثاني اللي هو نسلم على اللي موجود. فهنشوف الاول الرد على مواعيد الشيطان, دي مش جايبه حاجه من نفسها, شوفوا بنفسكم. هل ورد الحديث اذا غربت الشمس انتشر الشياطين فكفوا اولادكم وغطوا اسكنتكم؟ نعم ورد هذا الحديث, ومعناه ان الانسان يكف اولاده قبيل المغرب لان هذا وقت انتشار الشياطين, فلذلك يدخل الاولاد الى البيت والآنية يعني تغطى. الشياطين لهم مرحلة نشاط, مراحل نشاطهم دي في وقت بالنهار اللي هو قبل صلاة الظهر بساعة أو ساعتين. اكتبوا المواعيد, عشان كده سيدنا عمر قال قيلوا فإن الشياطين لا تقيل
نوم القيلولة لو قبل الظهر بساعة. ورسول الله يقول إيه؟ إذا كان جنح الليل أو إذا أمسيتم بعد أذان المغرب لمدة ساعة، يعني بعد غروب الشمس لمدة ساعة وقبل الزوال بساعة، ده الوقت اللي الشياطين تنتشر تملي الدنيا في الوقت ده. فعشان كده الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ كفوا صبيانكم لما عيالك لما الساعة دي تقفل عليك اسجل عيالك دخل عيالك. الشياطين دلوقتي بتتفسح في الشوارع، شفتوا هي مش جايبه حاجه من نفسها اهو. والشيخ قال لكم ده حديث صحيح، مش تقفلوا الـ 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 الشبابيك والبنون. لا، غطوا كمان الانيه عشان برضو الشيطان ما يشربش ميه، ما يسرقش منكم حاجه، قفلوا دواليبكم كده. الجزء الثاني بقى اللي قالته الاستاذه ان لما تدخل المكان مكان فاضي سلم، قول السلام عليكم. طبعا دي هي قالت ده حديث، لكن بقى اكتر من حديث، مش سلموا بقى على اللي موجودين في البيت لو ما فيش حد يعني موجود، لا ده انت كمان تسلم على نفسك، وده قران حقيقي. فنشوف الشيخ بيقول ايه. ده قران سوره النور 61، نسمع تفسير عند قوله تعالى: فاذا دخلتم بيوتا، بيوت نكره سواء كان فيها احد او لم يكن فيها احد. ولهذا قال بعض اهل التفسير قال يعني جاء في الأثر أن الإنسان إذا دخل بيتا غير مسكون وليس فيه أحد فليقل، يعني إذا سلم على أهل البيت موجودين يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكن إذا لم يكن هناك أحد في البيت وهو يعلم أنه ليس هناك أحد، كمن يدخل مثلا إلى غرفته في فندق يسكن لوحده أو في مكان يعلم أنه خال أو هو يسكن أصلا يعني لوحده، فليقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يسلم على نفسه ويطبق قول الله عز وجل. يسلم على نفسه ويطبق قول الله في سورة النور: سلموا على أنفسكم. يعني داخل البيت ما فيش حد، أنت بقى كمسلم بقى، يعني أنا سبت الإسلام الحمد لله خلاص، فأنا بقى داخل البيت كمسلمة وما فيش حد في البيت، وأنا عارفة أن ما فيش حد في البيت، فأنا بسلم على اللي موجودين وبسلم على نفسي، يعني بعمل الحديث بسلم على اللي موجودين سلام عليكم وسلم على نفسي. سلام عليكم، إزيك يا نفسي، عاملة إيه؟ الله يسلمك يا نفسي، أنت كمان عاملة إيه؟ أنت كويسة الحمد لله. أخ حي ردك على الموضوع ده، بس اسمح لي قبل برضو ما اسمع ردك عايزة أدي إهداء للمسلمين. يعني الشيطان مش تأثيره في زي ما هي بتتكلم المدرسة وبس، لا ده في حاجات تأثيرات تانية من الشيطان ده. وانت بتصلي مش سلام عليكم الشيطان هيمشي، لا ده الشيطان في المسجد، ده معاكم في المسجد، يعني ما عارفش الصلاة ملهاش أي تأثير عليه ولا إيه. ده الشيطان بيروح للمسلم في المسجد، بيروح له هو نايم وهو قاعد وهو صحي. هديكم بس نموذج ثلاث مواقف بس في الفيديو اللي جاي ده عشان تشوفوا مدى تأثير. لكن احنا لو عملنا حلقات عن المسلم والشيطان ورسول الإسلام واللي كان تصرفاته مع الشيطان والأمور دي هناخد فيها حلقات، لكن خلينا نشوف الفيديو ده. وفي المسند وسنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فيأخذ شعرة من دبره فيمدها، إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فيأخذ شعرة من دبره فيمدها فيرى أنه قد أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هل صح في الحديث أن الشيطان يبول في أذن النائم؟ نعم ورد هذا، ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح فقال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه، فإن الله تعالى قد يسلط الشيطان على بني آدم، فإذا نام بات الشيطان على خيشومه، فإذا نام بات الشيطان. يعني مش عارفه، يعني بيقول لك ان طبعا مش علق على الجزء الاولاني اللي قاله الشيخ بيعمل ايه في المصلي، مش لا ما اقدرش، لكن مثلا حته يابول، يعني هل الشيطان يعني بيعمل كده؟ يعني الشيطان، انتوا فاكرين الشيطان ايه؟ يعني كائن كده بياكل ويشرب وينام على خيشوم المسلم ويابول في اذنه، ولما يتوب برضه يابول في فمه. الشيطان انتوا فاكرين الشيطان ايه؟ مش فاهمه يعني
كائن كده زي انسان كده بياكل وبيتحرك وبينام وبيعمل كده وبيفتح الـ او بيجري يلعب في الشارع. الشيطان روح، الشيطان روح، مجرد روح. فتعليقك اخ حيدر بعد اذنك. نوراني، بس احب اذكر المسلمين بالحديث اللي يقول بانه اللي اجتمع ذكر وانثى فيكون ثالثهما الشيطان. يقول لك المسلمين دائما يتركون الباب مفتوح اذا كان رجل في مكان واحد. وبالحالة هذه هذا راح يناقض هذا الكلام مال المدعية هاي اللي يقول بانه الشيطان ما يقدر يدخل بالابواب، فهنا انفتحت الباب الشيطان بالعكس هنا راح يدخل. لكن هنا الموضوع، هل هو الشيطان انه ماده كجسم بشري مثلا او هو روح؟ ما دليل هم مش عارفين، ما هم مش عارفين. يعني السجون صار لها يعني سنوات هي ابواب مغلقه، لكن احنا نشوف بداخل السجون اكو حالات زنا، اكو حالات قتل، اكو حالات كثير امور. فمن اين جاءت هذه الامور؟ هل هي ايضا اكيد من الشيطان هو صارت هذه الامور؟ والشيطان لما بيتربط في رمضان والجرائم والقتل وكل حاجه بتبقى زي ما هي، مين بيعملها؟ لا بالعكس، ما يربط او مين بيوسوس ليهم. بالضبط، هو يوسوس ليهم، هو الشيطان الخناس هذا اللي يوسوس ليهم. امين عزيزتي. فهي الموضوع يعني مشكله، يعني هم هنا ياخذون الشيطان وكانه جسم مادي. صحيح، وليس هو صحيح يدخل القلب، يدخل لأي مكان هو يقدر يدخل له يعني. أمين. طيب قبل بقى ما نبدأ في موضوعنا، موضوع اللوح المحفوظ، اسمح لي أخذ معنا تليفون أخ ناصر. أهلا بك أخ ناصر. الفضيلة سلام مسيح تحياتي. سلام الرب لي الفضل حيدر، ببركة ببركة حياتك، مبروك عليك. العبور من دائرة الشيطان، طالما آخر حوار كنا بنسمعه الشيطان، إلى دائرة النعمة والمسيح الرب يباركك. أمين. عايز أقول حاجة برضو تأكيدا لكلام حضرتك، أنا مأيد تماما، المفروض ما تعاقبش هذه المدرسة فعلا، لأن زي ما حضرتك قلتي هم اللي رجعوا ويشوفوا السبب. بالظبط، نقطة مهمة قوي يمكن حضرتك نسيتيها، بس ايه هي؟ الشيطان بيخش المسجد، عشان كده لازم احط كتف في يحط كتف في كتف اخوه. ليه؟ ما احنا قلنا الشيطان بيخش المسجد فعلا. ليه؟ سلطان اكبر من الاله، الاله ما عندوش حل مع الشيطان. بالدليل يا اختي الفاضلة كمان هجيبها لك كمان من القرآن، من قلب القرآن، سورة الروم 30 بيقول الإنسان بيولد بالفطرة مسلم. ما هي فطرة الإنسان؟ فطرة الإنسان السقوط. طبعا. ما سقطنا عشان كده ظهرنا في الجسد، وإلا كنا نبقى مع الرب في السماء. صح. عشان كده بيمثل الإسلام السقوط. لذلك أجي على جملة أخيرة بس كان قالها طه حسين وسلمان رشدي، آيات شيطانية. لا معلش، دي جملة ضعيفة شوية. هي عقيدة شيطانية أساسا، القائم على العقيدة كلها شيطانية، مش مجرد الآيات. مؤسس الإسلام هو الشيطان. كلمة أخيرة أقولها لإخواتي المسلمين، أنتوا أساسا دلوقتي ملبوسين بالشيطان، لأنه هو ليه سلطان على حياتكم، وانا باكدها من القران والسنه. والرب يبارككم، وتحياتي. اشكرك جميل حضر، رب يباركك ومبروك. شكرا. عليك نور المسيح والهروب من ظلام الاسلام والسلام المسيح. شكرا، سلام الرب ليك. طيب معانا محمد محمود من مصر. اهلا بك استاذ محمد، اتفضل. اهلا بيك، اهلا بيك يا فندم، اتفضل. في حديث ده كمان، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان وما رزقتنا، في الممارسه الحميميه بين الزوج والزوج. طب يعني ايه؟ هو بيقول، وبعدين انت بتقولي الحمار او الكلب لو لها في اناء لازم يغسله 7 مرات وحدهما بالتراب، ودي جربوها وعملوها ولقوا الوضع ده صحيح. ايه هي اللي جربوها؟ مش فاهم حضرتك. نعرف اللي هي نقلت الموضوع الشيطان على الحمار على الكلب ده. طب اديني بس يعني تعليق، يعني عايزة اعرف حضرتك بترد على ايه بالظبط، يعني الجزئية اللي بترد فيها. انت بتستنكري انه الحمار او يعني بالنسبة للحمار او في حديث تاني برضه انه الكلب لو لعب في اناء يغسله 7 مرات احداهما بالتراب.
ولو جبت اي مبيدات قويه برضه لا تقتل الجراثيم بتاعت الكلب او الحمار. طب هل في ابحاث حضرتك ممكن تدينا يعني اسم بحث حد عمله نرجع يعني احنا عايزين نتعلم، فممكن تدينا مثلا اسم بحث، اسم يعني شخص معروف عمل البحث ده واكتشف ان الكلب مهما عملت منظفات ومطهرات الجراثيم بتاعته مش بتروح، يعني ممكن تدينا يعني حضرتك مثال لبحث مثلا اسم، عشان اسم دكتور اسم باحث ندور. حضرتك رحت فين؟ طيب يعني لو دورت كده استاذ محمد ارجع لنا تاني قول لنا اسم الباحث العظيم اللي اكتشف ان مهما عملت ونظفت مكان الكلب الميكروبات بتاعته بتفضل يعني نستفاد. طيب معانا الاخت نهال من لندن، اهلا بيك يا اخت نهال. سلام ونعمة يا اخت نورة، سلام الرب حضرتك وبالاخ حيدر وكل المشاهدين الغاليين على قلب الرب. وخليني في البداية اشكر حضرتك من كل القلب على تعبك في البحث عن الفيديوهات المهمة وعرضها لينا بكل جرأة وشجاعة، لانه ده بيورينا ما في الدين الاسلامي. وتعليقا على الفيديو الاولاني اللي ورانا ان الحمار يساوي 51 شخص، معلش مش 53، 13 زائد. شكرا معلش ساعدتيني في الحساب يا اخت نهال، اشكرك جدا. ساينس وماس. فأي شخص ده يعني يسمع بجد اللي يتقال عليه على الفيديو ده هم يضحك وهم يبكي. وأنا مش بصطاد في المية العكرة يعلم الله، ولا يعني عايزة أقول أي حاجة، لكن أنا بسأل كل مشاهدة مسلمة لأني امرأة ويهمني الحتة دي. وسؤالي إيه موقفك يا كل مرأة مسلمة عرفتي النهاردة أن قنتك زي الكلب الأسود أو الحمار، فكلكم تتساوون بأنكم بتفسدوا الصلاة؟ بأمانة هل ديب داون في أعماقك كده موافقة على كده؟ من فضلك اعرفي وفكري ان هو ده قيمتك عند إله الإسلام. صحيح. انت كمان ناقصة عقل ودين، انت شهادتك بنص شهادة فقط وليست شهادة كاملة في المحكمة، وأسفة جدا انت كمان هتكوني من معظم أهل النار. أما من جهة تعليقي على عدم مقدرة دخول الشياطين لأن الأبواب مغلقة يعلم الله، ومش قصدي التريق، ده ينفع يدخل في سباق أفضل نكتة جوك. وأنا هنا بخاطب فئة معينة من المسلمين وهم الشباب، الشباب اللي موجودين في جيل مليان بالتكنولوجيا والتقدم العلمي. يا ترى إيه رأيكم يا حبايب؟ هل يا كل شاب تسمعني تتشرف إنك تتبع دين مليء بهذه الخرافات؟ وآخر حاجة، السؤال اللي دايما محيرني ونفسي أي حد متصل يريحني ويتصل ويرد عليا، إيه اللي هيفيدني أنا روحيا ببول الشيطان في الودن، ولا اللي ذكر الشيخ وما أقدرش أكرره لأن ذكره قبيح؟ يا جماعة من فضلكم نفكر نفكر نفكر، والرب يبارك. شكرا جدا. واللي الشيخ ذكره اللي بيعمله الشيطان في المسلم وهو بيصلي ان هو يعني بيخليه ان هو يحدث او يطلق يعني ريح زي ما بيقولوا ويبطل الصلاة بتاعته، فهو بيدخل يعمل كده عشان يعطل عن الصلاة مش حاجة تانية يعني. طيب معنا دكتور مايكل، دكتور مايكل معنا ولا مين؟ سلام ونعمة. اهلا اهلا بيك دكتور مايكل، تفضل حضرتك. مبروك يا أخ حيدر، مبروك إنك جيت في نور الرب، في نور المسيح، خلصت من الظلمة اللي كنت عايش فيها. أمين. وأنا مش عارف إزاي يعني في حاجة اسمها sleep studies، عمرنا ما شفنا حد نايم بيجيله شيطان يتبول في 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 أنفه أنفه، ولا في حد بيجي يشد قال إيه شعره من دبره علشان يبطله يخليه يطلع ريح. يا اخوانا بص اتجرد الرؤساء والسلاطين اشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب. مفيش حاجه اسمها شياطين ليها علينا سلطان، احنا الذين نؤمن بالرب يسوع المسيح وهو ابونا والهنا ومخلصنا والروح القدس الساكن في قلوبنا، ما فيش حاجة اسمها شياطين تأثر فينا. يا انتوا بيأثر فيكوا الشياطين عشان الاله اللي بدع الحكاية بتاعتكوا دي شيطان.
ما ملوش حل غير كده. ربنا يفتح العيون دكتور مايكل. انا بشكرك بشكرك جدا رب. شكرا لحضرتك على المداخله. هل عند حضرتك اي تعليق اخ حيدر على المداخلات عشان بعد كده يعني هعرض عن اللوح المحفوظ ونعرض فكرتنا؟ تفضل حضرتك. أنا طبعا أشكر كل الأخوة اللي باركوا لي وأشكرهم لخدمتهم وربي يبارككم جميعا. أمين. طيب تفضل. أنا بس هاخد الأستاذ محمد محمود عشان التليفون من مصر فبيقع، فأنا طلبت منه معلومة يوثقها لنا وهو أكيد يعني رجع يقول لنا المعلومة. اتفضل يا أستاذ محمد. اتفضل. أيوة أنت تطلب مني أنا أوثق لك معلومة. المعلومة اللي أنت بتكذب بيها الكلام اللي أنا بقوله لك. أنا كذبت؟ أنا بقول لك أنا عايزة يعني البحث عشان يعني أتعلم. أنا كذبت؟ أنا عايزة أتعلم يا أستاذ محمد. أنت في معلومة عند حضرتك إنه الكلام ده كذب؟ إن الكلام ده إيه؟ إنه الكلام ده كذب؟ أنا أعرف منين كذب ولا مش كذب غير لما تحرى الأمر. أنت قلت إن مهما جابوا عملوا أبحاث، أنت قلت كده، أنت قلت عملوا أبحاث واكتشفوا إن مهما عملوا مهما طهروا مهما جابوا مبيدات والكلام ده كله بتفضل البكتيريا والجراثيم بتاعت الكلاب. يعني أنا عايز أعرف البحث يعني عشان أقرأ بس. الكلب أنت مقتنع إنه الكهبة والحمار طاهر؟ إيه؟ انت مقتنع ان الكلب او الحمار لو لها حاجه باناء او باي مكان يعني عادي؟ يعني عادي الكلب او الحمار مش نجس؟ سيبك مني، انا انت مالكش دعوه بيا. انا لا، انت دلوقتي عندك انت عندك بتقول معلومه. بص، معلومه للناس بشكل عام. بس مش انت بتجيب المعلومه يا استاذ محمد؟ معلومه بشكل عام غير لما تكون بتتكلم في دين وحاجات موجوده في كتب من اكتر من 1400 سنه. انت بتجيب برنامج بيذاع على جميع دول العالم. يا استاذي انا بكلمك على حاجه عندك في كتبك، انا بكلمك عن حاجه انا بتكلم عن حاجه في الاسلام، ان الاسلام اساوى ما بين المراه. يعني انت 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 كذبيه او صدقيه؟ كذبيه. طيب ماشي، على نفس السياق والمنوال اللي انت بتتكلم عليه، ان مهما استاذ اسمعني بقى، اسمعني يا استاذ محمد، على نفس المنهاج والسياق اللي انت بتتكلم فيه، وان انا اقول لك ده الكلب نجس والحمار نجس ومش ممكن ابدا تتطهر اسمعني بقى اسمعني ومش ممكن ابدا مكانه يتطهر والكلب نجس والحمار نجس، ولما تشرب من مكان ما ينفعش تيجي مشرب مكان ما ينفعش حد يجي جنبه. اوكي، طب انت بقى تقبل ان بنتك ومراتك اسمع بقى خلاص هو كده خلاص انت بقى تقبل ان بنتك ومراتك ووالدة حضرتك وكل انثى في عائلتك تبقى متساوية مع هذا النجس سواء كان حمار او كلب، اللي مهما جبت له من مطهرات مكانه بيفضل نجس ومكانه بيفضل غير مقبول، وانا مفروض ان انا عشان بقى طلع الهوى هقول بقى دي حاجات نجسة وحاجات غير مقبولة؟ لو انت عايزني انا اقول كده، انت بقى قابل على زوجتك وعلى بنتك وعلى امك وعلى كل انثى في اسرتك وكل امرأة تعرفها ان هي تتساوى مع الكلب والحمار واللي وصفها بكده المفروض ان هو الله اللي خلقها؟ هل ده مقبول؟ لا، الانسانه لا تتساوى مع الكلب والحمار. لا بقى ازاي لا تتساوى؟ ده امال يعني انت احكم وافضل من اله الاسلام ورسوله؟ لما هو اللي قال كده، لما قال ان مبطلات الصلاه المراه والكلب الاسود. الكلب الاسود ليه؟ لانه شيطان. شفت تاني ده شفت تاني حضرتك ازاي؟ ما هو احنا بنتكلم في نفس الموضوع، بنتكلم على نفس الاثنين حيوان، ده حيوان وده الكلب حيوان والحمار حيوان والمرأة بينهم هي اللي متشابه، هي وجه، هي العامل المشترك في التشابه بينهم، دي تشبهه وده تشبهه وده والتلاتة يبطلوا الصلاة. فحضرتك بتتكلم في ايه؟ انا طيب خلاص شكرا عموما، ويا ريت حضرتك ترجع تاني كده وتفكر بضميرك، بص كده لزوجتك وبنتك ووالدة حضرتك وكل امرأة لها، هل هي تستحق ان الاله اللي خلقها ان هو يشبهها بالحمار وبالكلب الاسود؟ والحمار والكلب اللي انت شايفهم حاجات نجسة وحاجات محتاجة حاجات كتير قوي عشان تطهرها وعشان تشيل النجاسة بتاعتها، فكر من فضلك. طيب هل في تليفون تاني معانا؟ اخت نهى اهلا بحضرتك. ايوه اخت
نور سلام ونعمة. سلام الرب ليك، تفضل. ايه انا شي واحد اقول للاخ حيدر، اقول مبروك عليك النعمة والخلاص. امين امين. ايه اختي نورة شوية غير، يعني مو نغير هو تقريبا نسبة، يقول النبي اشرف الخالق تكلم مع الجن والجن بعدين اسلم وصار مسلم. ايه شلون الجن اينو شلون يصير مسلم؟ هو لا عنده جسد ولا عنده روح. شلون يعني كل التعاملات والقرآن جن وشيطان زين، وين الله؟ الله وين موجود عاد؟ صحيح اخت نوها، يعني بجد تساؤل حلو منك. يعني الشيطان لما اسلم واعلن اسلامه هيقضي الفروض الاسلاميه ازاي؟ الشيطان يعني هيصوم رمضان، هيصلي الخمس فروض بقى، وهو ليه كيان وليه جسد مادي، وهيروح بقى يحج ويزنق مع المسلمين الرجال والنساء في الحج ويلمس الحجر الاسود. فكروا من فضلك. شكرا ليكي اخت نوها على مكالمتك معنا. استاذ يوسف اهلا بحضرتك. طيب معنا مدام سيرة، اهلا بيكي. سلام المسيح معك أختي المباركة. أهلا بحضرتك، أهلا بيك، تفضلي. وألف مبروك للأستاذ حيدر. الرب يبارك، تفضلي. المهم حبيبة قلبي، أنا الإسلام بيلغي العقول حتى لو حاصلين على درجة دكتوراه. طبعا تقول له طب بعتذر حضرتك، احنا فقدنا الاتصال، معلش بالاتصال من مصر صعب شوية، لو قدرت حضرتك تاني تتواصلي. اهلا بحضرتك. معنا استاذ ايهاب، اهلا بيك، تفضل. اهلا بك يا اخت نورة، تحياتي ليك ومبروك الاستاذ حيدر، ربنا يباركه. طيب. انا بس كنت عاوز ارد على اخونا محمد محمود، اقول له المفروض البينة على المدعي. صح. انتوا بتدعوا ان 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 الكلب نجس والحمار نجس، وان مهما نظفنا مش هيحصل الكلام ده، وفي ابحاث وفي طب ما تطلعوا لنا الكلام ده البينة على المدعي، انتوا اللي تثبتوا مش احنا اللي نثبت. الحاجه الثانيه، انا يعني برضو البينة على المدعي، انتوا يا احمد محمود بتقولوا الطب النبوي وبول البعير فيه الشفاء واكل الدبان فيه الشفاء والحبه السوداء فيها الشفاء من كل الامراض وكل طب البينة على المدعي، احنا مرينا بالكورونا ومرينا بشلل الاطفال ومرينا بالكوليرا ومرينا باوبئه كتيره، والبينة على المدعي. صحيح. مفيش اي حاجه نفعتنا في الكلام ده، اللي نفعنا هي ادويه الغرب الكافر اللي هو تفوق على الاسلام وعلى اله الاسلام. شكرك. الحاجه الثالثه والاخيره يا اخت نوره، انا بس عاوز يعني كلها تخاريف وكذب طبعا يا اخ محمد محمود، يعني ايه برضو الميكانيزم ان الشيطان يشد شعره من قدام فتطلع ريح من ورا؟ ايه الميكانيزم العلمي والبحث العلمي؟ اشكرك، شكرا جدا ليك، شكرا ليك جدا اخ ايهاب. معنا الاخ يوسف، اهلا بيك. اهلا مساء اخت نورة. اهلا بيك اخ يوسف، تفضل. ازيك يا اخت نورة، ربنا يبارك حياتك. ربي يباركك. ربنا يبارك الاخ حيدر، بس انا عايز اوجه كلمه للاخ محمد محمود، يعني تفضل. طبعا هو بيتكلم بيقول ان الكلب نجس والحمار نجس، وطبعا بنص القران ان القران سوى بين المراه والكلب، يعني معنى كده ان المراه المسلمه نجسه. هل الاخ محمد لو انا قلت له ابن النجسه يزعل مني؟ لا مش هنقول له كده، يا مش هنقدر نقول كده اخ يوسف، يعني بعتذر لحضرتك، لكن الفكرة وصلت. وأنا قلت له إن ما ينفعش إن إحنا تتساوى ما بين المرأة والكلب الأسود أو الحمار، لأن يعني لا يقبل إن الله يشبهها بحاجة زي كده. فشكرا ليك أخي يوسف. طب رجع تاني معانا الأخت سيرة، إحنا غالبا فقدنا كمان الأخ يوسف، أشكرك جدا. أيوه حبيبي. معانا مدام سيرة، تفضلي، أهلا بحضرتك. حبيبتي أكمل فكرتي، أنا بقول إن القرآن لما بيتكلم المرأة بأنها زي الكلب النجس والحمار ومش عارف إزاي، هي قبل ده إزاي هي قبل ده دي، وهي حاجة. من أكتر المرأة المسلمة أكتر بتحمي بتدافع عن الإسلام أكتر من الرجل للأسف. وقبلينها وسلام إلغاء الحاجة التانية، إن الشيطان روح إزاي يتبول؟ صحيح. مش حاسين ان الشيطان روح؟ ازاي يتبول؟ ربنا يفتح عليهم. ومفيش احلى من مقوله السيد المسيح له المثل، ليس من يدخل الانسان ينجسه
بل اللي يخرج من فمه هو النجس الإنسان. أمين. وربنا يبارك حي. ربنا يباركك، شكرا جدا. طيب بسرعة ناخد الأخت فريال وبعد كده نرجع بقى الوقت المتبقي هيكون الأخ حيدر بنعرض الفكرة بتاعت الحلقة النهاردة. أهلا بيكي أخت فريال، حضرتك معانا، تفضلي. أهلا بيكي، سلام نعمة المساء معك أختي نورة ومع الأخ حيدر، الرب يباركك ويوسع تخومك يا أخ حيدر ويحفظك. أختي نورة، يعني الشيطان هو ملازم للمسلم دائما. أحد الشيوخ اللي قال أيضا إذا أكل المسلم في يده اليسرى فالشيطان يأكل معه. طيب إنسان إذا واحد خلقه هو يعني خلقه يستخدم إيده اليسرى، إيش ذنبه يجي الشيطان ويأكل معانه؟ وإذا يساوى بالمسلم ولم يضع يده على فمه فالشيطان يبول في فمه ويبول في إذنه إذا كان تعبان ولم يصلي الفجر. وإذا كان المسلم يعتقد بأن الشيطان هو جسم مادي كإنسان، لماذا هاي كل ما يروح موسم الحج يرمي الجمرات للشيطان للجن وللسمامات الجن؟ صحيح. ملازم للمسلم طول عمره. صحيح. لما يتحرر وحرره الرب يسوع المسيح له كل المجد. امين امين اخت فريال، اشكرك جدا. طيب موضوع بقى حلقة أو الفكرة اللي عايزين نطرحها ونتركها مع حضراتكم من خلال الحلقة دي هي فكرة اللوح المحفوظ اللي هو بيثبت حقيقي إن القرآن ده ما هو إلا يعني تأليف واختراع وكان لخدمة أغراض رسول الإسلام. خلينا في الفيديو رقم 9 نشوف فيديو 9 و10 ورا بعض وبعد كده نرجع لأخونا حيدر، تفضل. وأحد المخلوقات العظيمة التي خلقها الله تبارك وتعالى في بداية الخلق، وقد اقترن ذكره بالقلم في أحاديث كتابة القدر، وسماه الله عز وجل محفوظا لأنه لا يتطرق إليه العبث ولا تصل إليه الشياطين. وفي مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فاللوح المحفوظ هو الكتاب الذي كتب الله عز وجل فيه مقادير الخلق قبل أن يخلقهم، وكتب الله عز وجل القرآن في اللوح المحفوظ وحفظه فيه منذ الأزل. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى في سورة البروج: بل هو قرآن مجيد. ركزوا على منذ الأزل في لوح محفوظ. وقوله تعالى في سورة الزخرف: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وقال ابن القيم في شفاء العليل: والقرآن كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض. والقرآن كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض. قبل خلق السماوات والأرض. وذكرت كتب التفسير وغيرها آثارا عن ابن عباس رضي الله عنهما في وصف اللوح المحفوظ، منها أنه قال: اللوح من ياقوتة حمراء، أعلاه معقود بالعرش، وأسفله في حجر ملك، كتابه نور وقلمه نور، ينظر الله عز وجل فيه كل يوم 360 نظرة، ليس منها نظرة إلا وهو يفعل ما يشاء. ومكان اللوح المحفوظ قيل فوق عرش الرحمن. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. متفق عليه. وقد روي عن مقاتل أن مكان اللوح المحفوظ عن يمين العرش. قال ابن كثير: هو في الملأ الأعلى محفوظ من الزيادة والنقصان والتحريف والتبديل. يعني شفنا زي ما سمعنا مع حضراتكم ان هو من قبل خلق الانسان القران مكتوب في اللوح المحفوظ، وقال منذ الازل القران موجود في اللوح المحفوظ، وقالوا شكل كمان اللوح المحفوظ كبلوره حمراء ومكانه فوق عرش الرحمن، ما اعرفش ازاي او على يمين العرش. كل المواصفات دي يعني ان العرش ده مخلوق هو والقلم، وده اول ما خلقه اله الاسلام وقال للقلم اكتب، ما اعرفش كان محتاج القلم ليه يعني، لكن هي دي الفكره أن القرآن منذ الأزل وقبل خلق الكون موجود ومكتوب في اللوح المحفوظ. اتفضل أخ حيدر، احنا هندي بقى أمثلة نشوف فيها ونسأل حضراتكم هل هو فعلا كان الكلام ده محفوظ ولا ايه؟ اتفضل أخ حيدر. طبعا هم المسلمين يعتقدون بأنه القرآن هو محفوظ منذ الأزل وموجود في المحفوظ، لكن هذا اللوح المحفوظ احنا بالبداية احنا لو نجي عليه نشوف هذا اللوح المحفوظ
هو هل اطلع البشر عليه؟ هو لم يطلع البشر عليه، اطلع فقط عليه الله اللي هو إله الإسلام، لهذا الإله اللي ينسى، اللي ده قلم ويكتب حال حال البشر إحنا الموجودين الباقين، بأنه من نريد نتذكر شيء إنه دفتر مذكرات ونكتب به الأمور وبعدين نطلع عليها باليوم 360 مرة إحنا لازم نباوع عليها. ده إله الإسلام اللي بيبص في اللوح 360 مرة. بالضبط إله الإسلام هو ينسى، يعني هو كتبه الموضوع. كل شوية يبص فيه 360 مرة في اليوم لأنه ينسى حال الإنسان. يعني سألني هاي الكمبيوتر الأمامي أفضل من إله الإسلام، يعني الكمبيوتر الأمامي لا ينسى، لكن هنا الموضوع هل إنه الأمور اللي موجودة بالقرآن إنه تنطينا بأنه هل هذا فعلا هو قرآن، هو قرآن أزلي لو قرآن وقتي ولحظي في لحظة معينة من اللحظات. يعني هواي أمور مثلا حادثة الإفك مثلا اللي موجودة في القرآن في سورة النور، هل هي هذه حادثة موجودة في منذ الأزل وإنما هي موجودة في وقت لحظي، في لحظة وقتية بأنه نزلت هاي آية النور لخلاف معين بين محمد وأزواجه الوقت؟ هل يعني إله الإسلام كان عارف من منذ الأزل ومن قبل خلق الكون ان عائشه وصفوان هيتعطلوا مع بعض في الطريق ويلموا حبات العقد المنثور وبعد كده تتبرأ هي بعد كده يبرؤوها بعد كده وتنزل براءتها بعد شهر؟ يعني هل ده يعقل ان يكون الكلام ده موجود منذ الازل؟ يعني ما هي ناخذ نور الموضوع بانه هل انه عائشه بريئه، وهنا الموضوع انه لو بريئه لو غير بريئه، لكن القصه هي سردتها، القصه بانه هي اللي برأتها واللي قالت لها القران يبرأها، قصه ما يصدقها اي يعني اي عاقل واي طفل صغير يعني انا مشيت ويا صفوان بن المعطل وما تكلمت كل شيء معاه، بس مجرد قال انا لله وانا اليه راجعون، وهذا الطريق كله وهاي المسافه كلها هو ما حكى معاه. هذا يعقل؟ لأنه هذا يعني أنت من نزلتي من الهودج ورحتي تتقضين حاجتك، يعني ما حد انتبه عليك، ما حد شافك، ما حد يعني قال بأنه عائشة مثلا بعدها رايحة لي غاد مثلا تريد تقضي حاجتها. زين صفوان بن المعطل ليش هو أصلا اختفى عن المجموعة اللي هي كانت معاه؟ يعني اكو فد تعاون وفد ترابط بين صفوان وبين عائشه اللي خلى انه الحادثه هي هاي تصير، لكن طبعا وراء شهر يلا نزلت هي هاي الحادثه وبرتها. يعني هي فعلا حقيقه المفروض هي من البدايه تنزل، يعني وقبل هذا الشيء اذا هو فعلا اعجاز قراني والموضوع بمعجزه وهذه المفروض تنزل هاي الايات قبل ما تصير هاي الحادثه حتى نقول هذا إله يعلم الغيب، لكن هذا الشيء ما صار مع الأسف. صحيح. وإذا تسمح نورة في الدقيقة واحدة أرد على الأخ محمد. طبعا هو أنا بعتذر ليك جدا أخ حيدر لأنه يعني خد في وقتنا كتير، يعني من وقت حضرتك يعني بعتذر، يمكن الوقت دهمنا وأنت ما قدرتش تتكلم، يعني أنا بعتذر جدا، بس تفضل رد علي. ولا يهمك. أنا يا أخ محمد أتمنى أنه يسمعني هسه حاليا. سامعك. يعني بأنه كلامك صحيح وبأنه الكلب نجس والحمار نجس والمرأة نجسة، وإحنا أقررنا أن الكلب نجس يا سيدي. تفضل يا خالد. ما في مشكلة. لا أنا أجل وياك أنه كل الدنيا هي نجسة، أنت الوحيد حضرتك، أنت وحيد اللي طاهر. هل هذا الشيء أنه يمنع اتصالك بينك وبين الله؟ هل هذا يمنع؟ لو قلبك النجس هو اللي يمنع هذا الاتصال. يعني بس هذا السؤال اللي أنا أريد أوجهه له. معلش ممكن تعيد السؤال تاني عشان أنا ما فهمتش، سوري. يعني نقطة اتصال بين الله وبين الإنسان هو القلب. أوكي. إذا كان نجس وكان بنجاسات وبوساخات، أساس العلاقة مع الله القلب وليس نجاسة الأشياء. مهما كان المكان نجس أو غير نجس أو كلب أو حمار أو مرأة، كل هاي الأمور ما لها علاقة بأنه تقطع صلاتنا بيننا وبين الله. هاي النقطة اللي أحب أوصل هي الأخ محمد، يعني
اتمنى بانه الرب ينور. وكمان ده كمان الرب في سفر التكوين لما كان بيخلق يعني الكون والكائنات مكتوب كده ان الله وجد اللي خلقه ان هو حسن، كل حاجه خلقها الله حلوه، يعني خليقه الله طاهره جميله لان اللي خلقها عظيم. فما ينفعش ان احنا ننسب الـ 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 الامور اللي وصفها اخونا محمد لاي كائن من كائنات اللي خلقها ربنا، وما بال بقى لما بيوصف بها المراه او اله الاسلام بيقارن بها المراه. الله لما خلق الانسان قال ان وجد ان ده حسن جدا، يعني لان خلقه الانسان رائعه جدا. فيعني رسالتك نتمنى ان هي توصل لاخونا محمد. بشكرك جدا اخ حيدر، وبعتذر جدا فعلا احنا يعني اخذنا الوقت منك، لكن باذن رب تتعوض ونعمل الموضوع بشكل يعني أوسع وأشمل ونقدم نماذج كتيرة. لكن بشكرك جدا لوجودك معنا النهاردة في الحلقة أخ حيدر. رب يبارك حياتك أنت وأسرتك الرائعة ويستخدمكم لمجد اسمه المبارك. وبشكر حضراتكم حقيقة على استماعكم ووجودكم معنا في الحلقة النهاردة. وبنصلي بجد ان كل حد بيسمع من فضلك، مش بتسمعوا بس، احنا يعني مش طالعين زي ما قالت الاخت نهال ولا بنسخر ولا بنتهكم، لكن احنا بنعرض اللي موجود في الكتب اللي انت رفضه. انتوا رفضتوا الكلام اللي قالته المدرسة مع ان ده موجود في الكتب. من فضلكم ارجعوا للكتب، فكروا، قولوا ادعوا ربنا، قولوا يا رب افتح عينينا على الحق وخلينا ان احنا نعرفك انت فين. وعلى فكرة الله لا يترك نفسه بلا شاهد، بالعكس ده بيقول لك أنا هو الطريق والحق والحياة. الأسبوع الجاي حلقة جديدة من برنامج صوت العابرين، انتظرونا والرب معكم. على قد ما في آيات اتمدت كان كل هدفها تسكت، على قد